على مواجهه مصر والارجنتين. الحقيقه احباط ما بعده احباط كان عندي بعد مباراه اسبانيا، مش للنتيجه. انا عارف انه في ناس كتيره جدا كانت راضيه عن النتيجه اللي حققها المنتخب قدام اسبانيا، وبالمناسبه النقطه دي هي اللي ممكن نركن عليها، نعتمد عليها في مشوار تاهل المنتخب المصري اللي ما فقدتش فيه الامل لغايه اللحظه. لكن الحقيقه انا كان عندي احباط من المستوى ومن الاداء اللي بيقدمه منتخب مصر. كنت شايف ان الولاد دول عندهم كره احسن من كده، كنت شايف انه بطل افريقيا اللي ظهر بصوره اكتر من رائعه في مصر وهو بيفوز وبيحقق لقب البطوله الافريقيه عنده القدره انه يقدم شخصيه البطل في البطوله، ما شفتوش في ماتش اسبانيا. كابتن شوقي غريب كان ليه تصريح قبل مباراه الارجنتين بيقول فيه انه الوجه الحقيقي لمنتخب مصر هيظهر قدام الارجنتين، وما اعتقدش انه في حد ممكن يختلف معايا انه مش ده الوجه الحقيقي على الاطلاق. واللي ياكد كلامي الكوره اللي قدمها منتخب مصر والخطوره اللي مثلها منتخب مصر على منتخب الارجنتين بعد ما استقبلنا الهدف. طب ليه بنستنى؟ طب ليه ما عندناش الثقه في نفسنا ان احنا ناخد المبادره؟ طب ليه ما عندناش القدره ان احنا نلعب جيم مفتوح في وقت اعتقد ان المنتخب الارجنتين لو حطيناه جنب منتخب اسبانيا بالتاكيد هو منتخب اضعف نسبيا. اضعف، محدش يقدر يقول المنتخب الارجنتيني قدام اسبانيا او جنب منتخب اسبانيا بنفس القوه. ما فاضلناش غير فرصة وحيدة، أنا أملي كبير جدا في الولاد دول، ومن أول يوم بقول إنه التشكيلة دي هي الأفضل، والتشكيلة دي أنا شايف إنها هي المستقبل وهي الحلم بالنسبة لجماهير الكرة في مصر في ظل إخفاقات متتالية لمنتخب مصر في العشر سنين الأخيرة. شايف الولاد دول بوتنشال محترم جدا إن هم يكونوا فريق ليه تصنيف عالمي. أتمنى إنه الوجه الحقيقي يظهر قدام منتخب أستراليا، وأعتقد بقى يعني إحنا من الأول رامين على ماتش أستراليا، يعني كان السيناريو اللي احنا بانيينه ان احنا ما نخسرش قدام اسبانيا، ما نخسرش قدام الارجنتين ونكسب استراليا وبالتالي نقدر نكمل في المشوار. من اول يوم بقول المنتخب اللي رايح ينافس على مركز، اللي رايح يحقق ميداليه، لابد انه يبتدي مهما كان بيواجه مين، مهما كانت الفوارق، يبتدي من البدايه بشخصيه البطل، وده ما ظهرش لغايه اللحظه دي في بطوله طوكيو. اتمنى ان شاء الله ان استراليا تكون بدايه الانطلاق، واعتقد انه المواجهه قدام استراليا هتكون الاسهل نسبيا مقارنه بالارجنتين واسبانيا. نفكر حضراتكم